صباح الفل، حلقة جديدة من Crazy Woman. زي ما احنا شايفين كده الصرع الصرع الدنيا خربونة، اما نشوف بقى لما حد يتصبح بالصباح اللي انتوا شايفينه ده. انا مشفقة عليهم صراحة، هيبقى رد فعله بقى عامل ازاي. Let's go. صباح الخير بقى، ده صباح الغزلان يا رايق. طالما لابس ملك الالوان لسه بالنسبه لي ملك الالوان، ما شاء الله عليك والله العظيم. شكرا. عسل شكرا. رايق والله. نام كويس انت بقى؟ كويس. ليه؟ على حرام ما نمت من امبارح بجد والله. الله، ليه كده بقى؟ اكل العيش بقى، قصدي مش شغلانتي يا عربيتي. ربنا يعينك. الله يخليك. عندنا بقى ايه؟ بيزنس. بس قلتها صح؟ ما فاتش كتير. لا قلتها صح. صح. البيزنس بتاعي. تمام. لمؤاخذة انا بتاجر في العريسة. ده من حبي في العريسة مسميها البت بنتي بيسا. تمام. مش ناقصة نوش يا عربية. ما تمشوا يا جدعان. براحة موت صوتي. لا مؤاخذة كلاكسي ولا كلاكسك. كلاكسي ولا كلاكسك. طب ماشي. فوقفنا عند ايه؟ الصلاة على النبي. بقولك مسميها بنتي بيسا. انا عامل ايه يعني؟ ما انا بحكي لك بقى. انا عاملة خريطة كده انا امشي عليها. يعني انت بص على خريطة تلاقي الشارع اللي ام بيسا ماشية فيه مليان نقط كده، انا امشي على النقط دي فالناس توقفني تاخد مني العريسة. فاهم قصدي؟ فاهمني اخويا؟ تمام ماشي. انت بتعودني ولا انا مش شايفك ولا ايه؟ عامل لك ايه؟ ربنا يوفقك يا بقى. تمام تمام. انا بس قلت تمام. انت مستبحة ولا ايه؟ مستبحة ايه الكلام اللي بيه؟ شكلك مستبحة. ده كلام لمغزى عيب. حد يقول لواحدة ست مستبحة؟ ما هو ده اللي باين قدامي. بقى لنا استباحات ادمت بقيت في تسطير. تسطير كمان؟ امال ايه؟ انت عديت المرحلة دي بقى؟ انت عارف المراحل؟ تفهم انت ايه في المراحل يا فرافير؟ لا سبنا لك المراحل ليكي بقى. عشان اعطيلك بقى لابس ملك الالوان بقى مغزى تركب التيتا. خد انا اصلا مضيافة. ده ايه ده؟ ده هريسة مبيسة. اوه بلالة. حاسي بقى انا فرفر. بس خلاص. مش كان اخبطني الله. امسك. مش عايز. شكرا. على حرام مكتوب. سلام. مش افتح كده الكيس. لا هي يعني هيل بنفسك. خليه خفيف وحرك كده. ماشي. تمام. صوتك بقى. بس بقى اظبط بقى حالك بقى. كده حلوة؟ شغال بذمة امك. حلوة؟ على انها من نعمة ربي جامدة صح؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ازاي بتكلم من حنك؟ يا حنك؟ انت جاي منين؟ منين؟ انت منين؟ ما حلفتلك قلتلك على حرام روحت البيت. هو ما خلص منين بقى؟ دي ما تخصكش المسألة، دي مسألة شرف. لا ما هو باين عليك. امال ايه؟ باين عليك. انا من ساعة مساعة جوزي دخل السجن على ان انا محترماه. لا ما واضح. انا عملتلك حاجة رايق. انت بتعملي كده ليه؟ عملت ازاي؟ بص في الطريق عشان مش ناقصني. انا بصة في الطريق ولا بصة عليك؟ امشي عادل. حاسب يا عم. خلي بالك بقى. انا حرة يا عم. حرة مين بس؟ يا موبيسة. ايه؟ عايزة حتة هريسة. هاتي. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش انا هموت معلش. عايزة حتة كده. حتة واحدة. حتة معلش. طب بصي. طب ممكن اديني حتتين؟ طيب. لا هاتي واحدة تاني. خد يا ام بيسا ده كل اللي حلت. صدق ما عنديش حاجه تانية اديها لك. مش عايزه دوشه. استنى يا ام بيسا. خد اوعي بس كده. اوعي كده يا عم ما تعملش زبايني بقسوه. الله يكرمك. حته كمان. طيب لا دي كفايه. يا ام بيسا اديتك كل حاجه. طيب خلاص يا ام اسمك ايه؟ ماشي تشكري يا ام بيسا. تشكري.
بيت يا بيت بيت يا بيت. انا عندي سلاسل كتير، انا عايزه انسيال بكره معي. حاضر حاضر حاضر. هسرق وجهك اتجهي بقى. لا 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 يلا يا عزل. انت حتى في ايه؟ يلا يابا بس كلمي بس كلمي بس. ايدك يابا جنبك يابا. انت حتى في الوسوسه دي. ايدك يابا حتى دي يخرب بيتك يا شغل يخرب بيتك. لا لا هقول حتى في ايه؟ مزعقش يابا عشان انا مؤاخذه صرصور ودني بيتضايق. بص يابا يا بنت المجنونه انا مش هحكي لك بقى عايز تعرف العريسه ولا عايزنا يا اللي حتى في ايه يخرب بيتك. كنت جيت كده اعمل العريسه بتاعتي يوم لقيت لا مؤاخذه البودره بتاع السكر خلص، فدخلت اقلب كده اشوف الولد سيعه حاطط ايه في حاجته، لقيت بودره شبه السكر اللي بقى منها تحت السرير، ومن ساعتها بقى اللهم صل على النبي طاقه القدر اتفتحت بقيت بص ما هو باين على وشك يا بنت ال ما هو شغل. انا بابا الكلام ده ليه؟ انا هو الشغل ازاي انا بقى دلوقتي؟ الكلام ده ليه؟ انت المجنونه انت مؤاخذه مش حاسس بالكهرباء في نفخك كده ولا حاسس انك عايز حاجه فيها سكر؟ ما هي دي المشكله يخرب بيتك. حاسس انك عايز سكر ولا انت مسكر؟ وايه شغل يا بنت المجنونه؟ اسرع عليك يا موبيس. اسرع زبون في الدنيا جيب علي حرام. اوعى انت هتنام ولا ايه؟ لا نام في بيتكو متعصبناش بقى. طب ايه؟ طب ايه؟ طب انجز عشان الحق اوصل البيت. سامعك او الشغل مش عارف يخرب بيتك. مش عايز حاجه تانيه؟ لا كفايه كفايه عشان دخت بجد دخت والله. اختفى فوره دخ مني دخ مني روح احسن لك وامشي وسيبني خاف مني خاف مني. يا الهي طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما اعرفش بقى الناس اللي ما بتعرفش السودي ولا محمود ده. في ايه ده كمان؟ مين ده كمان؟ يا ابني الشمس يا ابني تعبان يا عيني يا ابني انت عيال. عم بيسا حاسب يا عم كده حاسب يا عم كده. مين ده كمان؟ هو يا عم كده اهو خلص عم الله عايز حته تاريخ حاسب يا عم كده. يا ابو بيسا يا ابو بيسا هو الاخر هو يا عم دخلت يا لا مو مجنونة لا انزل يا عم مش عايز اصفصف يا عم انت ليه يا عم كده؟ اقول لك ايه يا عم بالراحة يا عم انت اللي عملت كده خد افهمك ايه يا عم في ايه؟ تعالى 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 يا شبح يا جامد طلع خاطر خلاص خلاص ماشي خلاص بقى يا رايق غصان طيب بص انا خلاص خلاص بص انا طيب قول انك مش زعلان خلاص وحت ام وبيس خلاص خلاص زعلان؟ لا تمام غصان طيب رمضان كريم عليك بص هنا بقى قول غصان طيبين طيبين ورمضان كريم عليك وانت موافق نزيع موافق فيها ومش زعلان من ام بيسا لا مش زعلان ولا مني كفاطمه ولا مني كفاطمه شكرا